يجب على العبد أن يؤمن أن يجمع بين الإيمان بالقدر وبين الاجتهاد على فعل الأسباب والأعمال الصالحة. وقد أشكل هذا الأمر على الصحابة كما أخرجه مسلم حديث جابر، وأخرجه البخاري مسلم حديث علي، فإنهم لما علموا أن الأمور قد قدرت وكتبت قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تعارض بين القدر وبين الاجتهاد في العمل، ويدل ذلك ما يلي. الأمر الأول الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أمرك بالعمل. ثم ذكر القدر قال ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن له من عمل الشيطان. وأيضا في حديث علي وجابر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأمر الثاني أن الأعمال من جملة الأسباب، ونحن مأمورون بفعل الأسباب. فلا يصح عقلا لأحد أن يريد ولدا بلا زواج، فإذا هو من جملة الأسباب، ونحن مأمورون بفعل الأسباب. الأمر الثالث، لا نعلم ما الأمور التي قدرت لنا حتى نتكل على القدر. هل يصح لأحد أن يقول لا أتزوج ولا أفعل أسباب الزواج، وإن كان الله قد قدر لي ولد فسيحصل لي ولد، وإن كان قد قدر لي ولدا فسيحصل لي ولد؟ لا يصح بحال. ومثل ذلك لو جاءت نار تريد أن تحرقه فقال لا أتحرك من مكاني، قدر الله أن تحرقني فستحرقني، لا يرضى أحد مثل هذا لا عقلا ولا شرعا، لأننا لا نعلم ما الأمر الذي قدره الله لنا. الأمر الرابع، أن الذين تركوا الأعمال بحجة أن الله قد قدرهم المشركون وعاب الله عليهم ذلك، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإذا لا يصح لأحد لا شرعا ولا عقلا أن يترك الأسباب، لأن الأمور قد قدرت، لأنه يقال بسهولة إنك لا تعلم ما قدر الله لك فاجتهد في فعل الخير.